هذا وقالت فريدة عثمان إن هناك اهتماما خاصا بالرياضي في أمريكا من ناحية التعليم، حيث يوجد تنسيق يسهل على الرياضي تأدية التدريبات بجانب تعليمه من أجل تقديم أفضل النتائج رياضيا وتعليميا. كنت بتكلم ان التعليم في امريكا او في الجامعه اللي انا فيها اللي هي جامعه كاليفورنيا انها بيعرفوا يعملوا توازن ما بين الدراسه والسباحه او الرياضه عامه، ان هم بيحطوه في منظومه ان هم يخلوا السباح يكون عنده امكانيات انه يعرف ينتج في الاثنين. يعني مثلا لو درجاتي نزلت في الدراسه لازم المدربه هتقول لي ما تطعميش شويه لحد ما الدرجات بتطلع تاني. فهما يعني كل حاجة متنسقة مع بعض وكل حاجة في الجامعة، فده بيسهل على الرياضي ان هو يكون مرتاح نفسيا وان هو يعرف ينتج يعمل نتيجة كويسة في الدراسة وفي الرياضة. عن ان انا يعني لسه متخرجة من الجامعة، فانا خلصت الدراسة وشهر 5 الحمد لله، والفترة اللي جاية بقى اللي هما 3 سنين جايين دول يعني ان شاء الله لحد طوكيو 2020 هرجع اتمرن في امريكا، فهيكون تركيزي كله ان انا على السباحه وان انا اتمرن في امريكا. والدراسه يعني انا خلاص اتخرجت من الجامعه، فخلاص مفيش دراسه لحد 3 سنين، هاخد شويه اجازه واركز على السباحه بقى.